كده بكل مهرجان. ماشي ماشي يا احمد يا شحات، وايه ده يا احمد يا شحات؟ لازم يبقى احلى يوم. هو انا يعني هو انا يعني بره الفلوس ده؟ لا انت تصور. انا عم انا حتى الفيا انا عم انا
أعني مشاهد، لست أعني شيئا. فشاهد حيوان المطلوب يصبح ويسلك، لا يملك القدرة على الرفض والتمرد والاحتجاج والطهر. وأنا أملك، نعم أملك القدرة على الرفض والتمرد والاحتجاج والطهر. فأنا أثر، أنا زائر، أنا فخر، أنا ثورة، أنا ثور، ثور، ثور. بطل تصويرك. قلت ثور؟ يا سبحان الله، ما نفصل واحدة منا حتى تبتسمي، بل تقصره. وبعضكم لا يتوانى عن التكشير كما لو كان أمام كاميرا في التصوير، بل أن بعضكم يفتح فمه على سعته تعبيرا عن سعادتي في استخدام كرسات الأسنان وتلميع الصواب. أنا فقط أقصد أن لدي القدرة على الصبر، ولست ثورا كما يظن البعض منكم. فالثور هو الآخر، حيوان مطبوخ يذبح ويسلخ، يؤكل مطبوخا وفي أحيان كثيرة يؤكل لينا. الثور يقاد ويلعب عليه ويتلاعب به كما يحدث في مصارعة الثيران، يتلقى السهام الحادثة من كل جانب من أولئك الأبطال المدركشين المهرجين يفعلونه بالسهام ويفرون خوفا ثم يبتسمون، ويبقى هو غارقا في دمائه يتلفت باحثا عن منفذ للنجاة. هل يجد إلا طعنة تغرس في سمة القلب وجمهورا متحرقا للقتل؟ عندها يجد منفذا للنجاة.